اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية. احيانا فرحه الاهل بالمولود الجديد وانه اتولد وبيعيط وبيرفص وكده ممكن تخليهم يغفلوا عن فكره ان هم يبصوا على كل عضو فيه، كل فيه ايه، هل الولد نازل سليم مظبوط ولا فيه بعض التشوهات الخلقيه اللي ممكن تاثر على حياته بعد كده بشكل كبير، وخاصه لما تبقى تشوهات خلقيه في المنطقه التناسليه، هي دي احيانا بتؤدي لكوارث بعد كده. انا بيشرفني استاذ دكتور احمد الشامي، استاذ جراحه الاطفال وحديثي الولاده بكليه طب الازهر، وعضو الجمعيه المصريه لجراحه الاطفال، وعضو الجمعيه المصريه لجراحه المناظير. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا حضرتك، منورني. الحمد لله. انا عايز افهم بقى، لانه يعني فكره انه يبقى في تشوه في الاعضاء التناسليه دي ممكن تعدي على ناس يقول لك ايه خلقه ربنا، او يعني ما هو سليم هو كويس. حضرتك بس احصرها لي، يعني ايه تشوهات في الاعضاء التناسليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك المجمل بتاع التشوهات الخلقيه في الاعضاء التناسليه ممكن تؤدي لكوارث، ده فعلا بتؤدي الى كوارث. ومش هنبدا بالكوارث على طول عشان الناس ما تتخضش، بس احنا عندنا في بعض لغايه دلوقتي للاسف في عادات وفي تقاليد، وعندنا حاجه اسمها تخصص جراحه اطفال. احنا لو قدرنا نوصل المعلومه ان احنا عندنا في تخصص جراحه اطفال، ابنك او بنتك في مشكله، يبقى بعد ما نروح لدكتور الاطفال اذا ما اتحلتش في خلال فتره صغيره يبقى لازم يتعرض على جراح اطفال. زي ايه المشكله يعني؟ حاجات كتيره جدا. اديني يعني امثله. احنا هنتكلم على المنطقه التناسليه، العضو الذكري والخصيتين. ماشي. حضرتك سهل جدا ان الولد نزل عمل حمام بول، الام ما شافتش، وحتى الدكتور الاطفال اللي في غرفه الولاده استقبل الطفل هو عمل حمام، الحفاضه مليانه بول، فخلاص هو كده طبيعي. خلاص ممكن يروح لدكتور تاني بعد كام يوم يطهره، وبتحصل كوارث طهره. وتفاجئ ان عنده حاجه اسمها احليل سفلي. يعني ايه؟ يعني ايه احليل سفلي؟ يعني احنا عندنا الفتحه الطبيعيه لمجرى البول في مقدمه العضو. ايوه تمام. لا، هي بقى الفتحه ما بتبقاش موجوده في مكانها، حاجه اسمها هايبوسبيد، يعني هايبو يعني تحت. فممكن تكون تحت في العضو نفسه بس تحت. فبتتقسم درجات، لدرجة ان بعض الحالات بتوصل ان فتحة البول دي بتكون تحت خالص عند الخصيتين. والعضو مشقوق عند خصية يمين وخصية شمال، وفتحة البول تحت خالص، والعضو ما فيش عضو او حاجة صغيرة وعلى شكل حرف سي، يعني كيرفت او لازق مربوط تحت في البتاع. فيفهم ان هو بنوتة، وبيجي لحالات كتيرة جدا ومتغير. والخصيتين مش بيبقوا ظاهرين؟ ممكن يبقى خصيتين معلقتين، واحنا بنتكلم على الموضوع هنتكلم عليه. يبقى انا عندي احليل سفلي. يبقى وحتى دايما بنقول يا جماعه بعد اذن حضرتكم، انت عارفه حتى موضوع الختان لما نيجي نتكلم فيه كطهاره الاولاد الذكور، ممنوع نطهر الواد الا لما نكشف عليه، لان حضرتك انا كجراح اطفال انا بدفع الثمن، وحضرتك كأم هتدفع الثمن. يعني مين ايه اللي يكشف عليه يا دكتور؟ يعني طبعا بتتكلم في فكره ممكن في القرى، في القرى مثلا اللي ممكن ده يتولد وما يبقاش عندها الخبره التشريحيه للجسم وكده. حضرتك بتتكلم على كده، فيتوه عليها حاجات معينه. بالظبط. فهل هي ممكن تقول لك مبروك انتوا جبتوا بنت وهو ولد؟ كتير بتحصل. معقوله؟ كتير بتحصل، مش مره او اتنين او عابرا، بتحصل. يقول لك انت جبت ولد وتفاجئ ان هو بنت، ويقول لك انت جبت بنت وتفاجئ ان هو ولد. هو ولد من البدايه، واحنا ما بنعملش اسمها ما هو ما يقال عليه تحويل، هو نسبه كبيره جدا بيبقى حضرتك اشتباه، ان حضرتك اللي قابل الطفل سواء دكتور اطفال او سواء ممرضه او حد مش تخصصه، قال لك ده شكله كده بنوته، والام شافته او جده الولد شافته او جد الولد شافه، قال لك او البيبي ده بنوته. يعني العضو الذكري ما بيبقاش موجود؟ لا، بيبقى موجود مدفون، بيبقى موجود في انحناء جامد جدا، وفتحه البول تحت، فالشكل الخارجي يساوي انثى يساوي بنت، بس هو ولد بنسبه 100%، ما فيش اي مشكله. عشان كده البنت بتبقى مسترجله لما بتكبر وكده، وبيحصل ممكن طبعا يحصل فيها مشاكل كتيره جدا. يبقى طيب، فحضرتك بقى التشخيص يكون ازاي؟ يبقى حضرتك احنا التشخيص ازاي؟ حضرتك احنا في الاولاد الذكور بعد يومين، بعد اسبوع، في ناس بتطهر في اول يوم، على الاسبوع، على ال40، لا جت للصفرة يبقى هنستنى شويه وبعدين نطهره.
يبقى انا لما بروح شطاير عند اي حد ده رقم واحد عشان لازم يعمل فحص شامل للمنطقه. حضرتك بسهل جدا انه يجي يروح يطهر ولسه عندي ولد 4 شهور حضرتك طهروه. بعد ما طهروه اكتشف ان الولد عنده فتحه البول في منتصف العضو. الجلده اللي هو رماها دي دكتور اللي طاهر للاسف تساوي عندنا ملايين. ليه؟ لان انا باخدها دي وافصل منها مجرى بول جديد اكمل بيه المجرى البول اللي هو في منتصف العضو. طب ده اتشالت واترمت بتوصل ان انا اخد من جزء رقعه من داخل الفم، بتوصل ان انا افتح البطن وافتح المثانه البوليه واخد منها جزء اعمله كرقعه عشان اعمل تصليح لحليل السفلي، في حين ان انا لو دكتور شافه وقال له ده يا جماعه ما حدش يمد ايده عليه ده عنده حليل سفلي ده فتحه البول مش في مكانها، روح الجراح اطفال عند 6 شهور يبدا يشتغل. يبقى انت شفت وفرت على الطفل نفسه، انا هفتح واخد رقعه من الفم او اخد رقعه من البطن. عمليه لما اجي اعملها كحليل سفلي يعني هي بتبقى عمليه بمنتهى السهوله وتخلص وما يبقاش ليها بشروطها. اي مضاعفات دايما بقولها بشروطها، لو تم الكشف مبكر. كشف مبكر اتعملت عند 6 شهور، الام من النوع الفاهم الواعي اللي بيسمع الكلام، لان حضرتك احنا بنعمل وبنحط قسطره، القسطره دي بتقعد 10 12 يوم او 7 ايام على حسب نوع ودرجه الحليل السفلي. فممكن الام تروح تروح الولد شقي يستنى لغايه ما يبقى عنده سنه ونص، الولد هايبر اكتف في التوقيت ده، فحضرتك الولد بيتحرك بيقع بيمشي اخوه ماشي بشده من القسطره. بتحصل مواقف وطرايف في موضوع القسطره، فدايما بقول نجاح عمليه الحليل السفلي بيتوقف على رعايه ما بعد العمليه، ولازم تكون الاب والام مشاركين في الموضوع، لدرجه ان بقولها لو هتصلي ما تصليش الا اذا كان في بديل ليكي مع الولد الثلاث دقائق اللي هتخش فيهم التواليت او تصلي. طيب انا عايز اعرف الكشف، حضرتك عامل مبادره للكشف المبكر على الاطفال حديثي الولاده، ولا الكشف المبكر بمعنى انها تعمل 4D او كده؟ يعني بمعنى ايه الكشف المبكر؟ احنا عندنا الاثنين، ما قبل الولاده اللي هو البرينيتال ده لا بتروح مركز اشعه محترم بتعمل سونار 4D او 3D بنشخص حالات كتيره جدا في التشوهات الخلقيه لمجرى البول، حاجه اسمها بوستيريور ريسرال فالف لو الصمام الخلفي للمثانه البوليه. ممكن الولد يتولد عنده احتباس في البول، ينقط نقطتين والبول كله ما ينزلش، يحصل احتباس للبول، يحصل ارتجاع في البول على الكليتين، يحصل تضخم في الحالب في الكليتين. اذا ما تشخص بدري بتنتهي بمأساه وفشل كلوي. في حين بقى ان هو لو تشخص مبكرا يبقى انا كأم انا عارف ان انا هولد النهارده بكره هكون عند دكتور جراح اطفال. ده مش بكره، يعني لا يعني اول ما تولد لازم تروح تكشف عند جراح اطفال؟ ده في الدقيقه اللي هيتولد فيه المفروض ان انا ببقى عارف كجراح اطفال والمدام ولدت، الام ولدت في المستشفى الفلاني وحضرتك دكتور جراح الاطفال موجود، وبروح مركب قسطره بعد الولاده بدقيقتين، لان في بعض الدرجات ان هو مش هيجيب ولا نقطه بول. مش هيعمل حمام بول، ولو ما عملش حمام بول ممكن 6 ساعات 8 ساعات 10 ساعات 12 ساعه 24 ساعه لا قدر الله ممكن المثانه تنفجر ويخش في مشاكل. طب هو حضرتك عامل المبادره دي، انا شايفه حضرتك صور نازله لك في قنا في سوهاج في المنوفيه، هتعملوا ايه بقى؟ احنا بنقول يا جماعه الاكتشاف، اي ام اي اب عنده بيبي ولد شاكك ان الخصيه مش موجوده، الخصيه معلقه، عنده دوالي على الخصيه، عنده ميه على الخصيه، عنده التواء في الخصيه، العضو مدفون، المشاكل بتاعه الاعضاء التناسليه العضو كتير جدا الشكوى، العضو مدفون، العضو صغير جدا، احليل سفري، احنا موجودين في الزياره لقينا ان شاء الله وسوهاج في مستشفى الصفا كيدز مستشفى اطفال تخصصي يوم 24 و25 لاكتشاف الحالات دي وعلاجها. 24 و25 ديسمبر الشهر ده ان شاء الله موجودين في اسكندريه مستشفى الشرق الاوسط في سموحه يوم 20 يوم الاحد 20 الساعه 10 الصبح للحالات دي مخصوص. اي طفل عنده المشكله دي يشرفنا واحنا بنكشف عليه. لو مجرد ان الاب شاكك ان حاجه زي كده مش هيخسر اي حاجه خالص لما يكشف على البيبي ويعرف ان هو عنده كذا. لما حضرتك بتفاجئي ان دلوقتي حالا كأم قامت سمعت الكلام بصت على الولد قال لا الولد الخصيتين مش موجودين، طب هي خصيه معلقه، طب هي خصيه مطاطيه، طب هي عنده ميه، هو في واحده اكبر من الثانيه، طب هي دي ميه ولا الثانيه هي اللي الصغيره ولا الكبيره هي الطبيعيه؟
لا ده العضو مش باين. يجي حضرتك السؤال اصل اخوه الاصغر منه، بسم الله ما شاء الله الدنيا واضحه تماما، والعضو الخصيتين نازلين تحت وحجمهم كويس والعضو ظاهر، انما اخوه مش كده خالص. يبقى حضرتك ما نمشي على كده، مش هو كده وخلاص زي ما حضرتك بتقول هو مولود كده. حضرتك الخصيه المعلقه بتتعمل على 6 شهور. تفاجئ ان انا في زياره من الزيارات دي، حضرتك انا يوم ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي في مستشفى الموده في شبين الكوم من ضمن برضه، لان انا من المنوفيه اساسا فدي بلدياتنا طبعا. فموجود في شبين ان شاء الله يوم الاحد. تفاجئ ان حضرتك في حالات ولد 8 سنين وبيتابع مع دكتور وخد حقن ويقول لك اصلها هتنزل لوحدها. هي ايه دي اللي هتنزل لوحدها يا جماعه؟ خصيه معلقه هتنزل لوحدها لو هي خصيه مطاطيه اللي هي بتطلع. يعني في حالات بتنزل لوحدها، بتنزل لوحدها اللي هي لا اوريدي لما افحص الطفل نزلت بالفحص نزلتها للكيس، يبقى دي اسمها خصيه مطاطيه ومش محتاجه علاج من اساسه. يعني بالايد بالفحص اليدوي بتنزل بالظبط. انما طالما ما نزلتش لغايه 8 سنين ده احنا هنخش نشيل، لان لا قدر الله بيحصل تغيرات جوه تؤدي الى زياده نسبه الكانسر في الخصيه المعلقه. احدث بيبر واحدث ابحاث ورقه علميه او ورق علمي وابحاث علميه بتقول ان الخصيه المعلقه ده، لا بص حضرتك ده بقوله ايه، الخصيه المعلقه اللي داخل البطن، اللي ما بتنزلش تحت في الكيس، لو قعدت فتره طويله ديت اللي هو سنه واتنين مش 6 سنين و7 سنين اللي هو تاخرنا لمده سنه سنه ونص كلام، حتى لما بتنزليها في مكانها الطبيعي لا يحميها من حدوث الخبيث عشان قعدت كتير جوه. بيحصل عن ليه احنا قلنا 6 شهور ننزل تنزل الخصيه المعلقه عند 6 شهور؟ وجدوا ان احنا بناخد عينه من الخصيه، الخصيه اللي موجوده جوه في البطن خدنا منها عينه عند 2 شهر، خدنا منها عند 4 شهور، خدنا منها عينه عند 6 شهور، لقينا بيحصل تغيرات في الخلايا المنتجه للحيوان المنوي وهرمون الذكوره عند 6 شهور. فانت لو اتاخرنا عند 6 شهور هيبدا يحصل ضمور في الخصيه، بعد سنه، بعد 8 شهور، بعد سنه ونص هتيجي تخش تعملي العمليه مش هتلاقي خصيه، واذا لقيتيها هتلاقي عباره عن قطعه شغطه يعني حاجه انسجه ليس لها اي قيمه. ده مهم يا جماعه، هتخش يعني هي موجوده، التوقيت هو اللي بيفرق في ان احنا لازم نخرجها بدري، والا لو سبناها بيحصل لها ضمور وبتختفي. بالظبط، نقطة مهمة كمان استاذ حضرتك فيها بالنسبة للخصية المعلقة. كتير جدا بيقول لك يجي السؤال انا عملت رنين في مستشفى كذا او في مركز كذا ولقيت الخصية موجودة في البطن فانا عايز اعمل عملية انزلها. هو ما فيش حاجة اسمها كده. ليه؟ لان حضرتك وجدوا ان حتى الرنين، حتى الاشعة المقطعية، حتى السونار، ان الانسيدنس اوف اكيورسي بتاعته يعني نسبه مصداقيته او تشخيصه لا تتعدى 70 او 80% على احسن افتراض على احسن جهاز في العالم. يعني الطفل عنده خصيه موجوده في البطن والسونار ممكن يقول مش شايفها، او العكس، يبقى ما فيش خصيه موجوده في البطن والسونار او الاشعه المقطعيه او الرنين المغناطيسي يقول انها موجوده، وتيجي تفتح الولد وما تلاقيش خصيه. يبقى يا جماعه الطفل اللي عنده خصيه معلقه ومش محسوسه، الحل الوحيد الاضمن بنسبه 100% هو المنظار. يبقى يتعمل منظار تشخيصي وعلاجي في نفس الوقت. لقيت الخصيه جوه في البطن بنزلها، ما لقيتهاش يبقى انا ما اعتمدش على الرنين، لان اوقات كتير زي ما حضرتك بتقول يروح عمل رنين ويقول لك الحمد لله هو قضاء ربنا. هو الحمد لله قضاء ربنا، بس نتاكد هي موجوده ولا مش موجود. الرنين ما بياكدش. طب حضرتك حكيت لي قصه غريبه جدا في موضوع الختان ده، انا اترعبت. يعني حد عمل ختان لبنت وطلعت ولد. لما كده بنقول الختان يا جماعه لازم فحص الطفل كويس جدا من قبل جراح الاطفال. سوري، يعني عمليه من ابسط واقل العمليات ومن اكثرهم تعقيدا، لان الغلطه فيها بفوره. هو اصلا مش المفروض يحصل ختان للمراه، ده خلاص أو احنا ما بنتكلمش فيه تماما، احنا بنتكلم في ختان الذكور. ولد عنده العضو اللي احنا بنقول عليه احليل سفلي من الدرجه الرابعه، فتحه البول مش موجوده في مكانها تحت خالص، وعند انحناء والخصيتين والكيس الصافي المشقوق 2، فالشكل الخارجي يبان النوسه ان هو بنوته. في بعض قرى الصعيد للاسف لسه بيعملوا العاده دي، راحوا للدكتور او دايه او ايا كان، راح قاطع
فقطع العضو الذكري يا روحي يا عيني. جاي لا ده خصيتين، تعمل كروموزومات 100% ولد، تعملي هرمون الذكوره 100% ولد. الخصيتين موجودين، تعملي تثبيت للخصيتين بس انت شلتي العضو الذكري تماما. كارثه ثانيه، كارثه ثانيه. امبارح اول امبارح يوم السبت كان عندي حاله سنه ونص. ختان عادي، في طرق كتيره جدا، احنا بنطق بالكي الحراري، بالليزر، بالحلقه البلاستيكيه، بالجراحه العاديه. في جهاز اسمه دايسيرم في العمليات، في بعض الدكاتره بيطهر بيه. حضرتك ده من الكومبليكيشن بتاعته ان هو ممكن يعمل لي حاجه اسمها ضيق، او يقفل الاورده والشرايين اللي بتغذي العضو. طب ده هيعمل ايه يعني؟ بعد ساعتين ثلاثه من الطهاره الجلد العضو كله اسود ووقع، يا روح. راس العضو بالكامل اسودت واتفصلت عن العضو، فبقى ما فيش عضو. الولد دخل عمليات 4 مرات ما بين جامعة أسيوط وما بين جامعة سوهاج وما بين معهد المسالك البولية في القاهرة. 4 مرات بيحاولوا، طبعا هنا حصل احتباس في البول، ما فيش عضو، ما فيش مجرى بول، فراحوا داخلين عاملين فتحة تبول في البطن في المثانة البولية، ومركبين قسطرة بيجيب بول من بطنه. هيعمل ايه؟ 4 مرات عمليات عشان يحاول تصليح مجرى البول وليس العضو. يعني مجرى البول ممكن يبوظ في عملية طهارة عادية؟ جدا. وبدل المرأة هوري حضرتك وهبعت لحضرتك الصور، ولو عندكم استعداد تعرضوها هعرض عليك الصور. في غرغرينة في رأس العضو نتيجة استخدام خاطئ لأجهزة في عملية الطهارة. لا ده دكتور بيمسك بالبون كاتنج اللي هو جفت، هي تبان اسهل حاجه واي حد بيعملها، اي حد عادي. لسه كنا بنتكلم حضرتك اي حد واي تخصص، اي حد وغير دكتور كمان بيعملوه. في مولد سيدنا الحسين بتلاقي حد واقف عنده 15000 واحد بطاير ما اعرفش بايه، ولا تعقيم ولا اي ولا 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 اي حاجه زي كده. وبنشوف للاسف كوارث. من ضمن الكوارث برضو لحضرتك في المنطقه ديت، وحابب انوه عنها بصوره بسيطه، الفتق الارابي في الاطفال. لان برضو النقطه دي مهم، الثقافات. ده ولد عنده 38 يوم هياخد بنج كلي ويعمل عمليه فتاء؟ والله العظيم هيعمل عمليه فتاء، والعمليه مش هتاخد اكتر من 10 دقائق ربع ساعه، وبعدها بنص ساعه يرضع، وبعدها بنص ساعه بنعملها بطريقه او بنقفل ساب كتيكل، يعني تجميل، يعني مش محتاجين نشوفه تاني. القصه انه لا وفيد بالطفل اسبوعين ثلاثه ولا شهر ياخد بنج، تاجل العمليه. لا اصل انا ابني يعني خالتي كان عنده كده، يعني ياخد بنج عادي طبعا. الطفل بيبقى مولود زي ما بقول لحضرتك، الطفل مولود النهارده ويخش الحضانه يتحضر في خلال 3-4 ساعات، وتخش تعملي له اي بعض انواع العمليات اللي هي طوارئ، اللي هي امرجنس، لازم يتعمل دلوقتي بعد الولاده. الفتق الارابي يتعمل، مشاكله كتيره جدا. ما عندناش مانع يتعمل في اول يوم الفتق الارابي اذا أول كان يوم واضح ولادة. اول يوم ولاده اذا كان في مشكله، لما جات له الصفرة بنعالج الصفرة، جات له مشكلة عنده أنيميا بنعالج الأنيميا وندخله. مفيش حاجة اسمها الفتق الإربي هيروح لوحده، مفيش حاجة اسمها الفتق الإربي استنى ما يبقى عنده 6 شهور أو ما يبقى عنده سنتين. الموروثات اللي حضرتك بتقول عليها والاعتقادات لا، ويعني فكرة إنه عدم الوعي دي شيء، وإنه هيخف، ويعني ما العيال كلها كده، والكلام اللي هو للأسف بيهونوا بيه الموضوع. بما إنك جراح أطفال وحضرتك، أنا بشوف وزياراتي للمحافظات المختلفة خلتني بتعرض لمواقف وحاجات تكاد تكون فعلا غريبة جدا إن أنت تسمعيها. أنت لما بتقوليها لأي حد، ولو احنا في ميتنج عندنا مثلا او في مؤتمر وتقولي انا شفت كذا 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 بالصور والكلام ده، انتوا فين؟ لا ما فيش الكلام ده يعني. طيب احنا عايزين ننوه تاني ان حضرتك هتكون موجود في قنا وسوهاج و الخميس والجمعه الحد يوم 13 ديسمبر في المنوفيه، في المنوفيه شبين، ويوم 24 و25 في قنا وسوهاج. قنا وسوهاج ان شاء الله. حضرتك بقى هتكشف على الاسكندريه يوم 20 ديسمبر، يوم 20 يوم الحد ان شاء الله، على الاطفال اللي عندهم تشوهات خلقيه. يا ريت كل الاطفال اللي الاب والام بيشتبهم العلاج المبكر للاعضاء التناسليه
كبسوليه، سواء كانت خصيه معلقه، سواء فتي ايرابي، سواء كلى مائيه ما تكلمناش عليها، كل المشاكل اللي تخص المنطقه دي يشرفونا ان شاء الله واحنا تحت امرهم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ دكتور احمد الشامي، استاذ جراحه الاطفال وحديث الولاده بكليه طب الازهر. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا ونورت دماغنا على حاجات كانت ممكن تبقى غايبه على امهات كتير. شكرا جزيلا، شكرا على حسن المتابعه، اشوفكم على خير بكره باذن الله.